حبيبتي أحبائي، السلام عليكم. صباح الخير. بما أنني يوم الحد صباح حتى بديت كنوجد الفطور، قلت لي ما نتقاسم معكم الروتين ديالي يوم الأحد صباح. فكما كتشوفوا أنا بديت، سمحوا لي البلان دو ترافاي على غير العادة مرون، ما قررتش باش نصور، ولكن في آخر لحظة قلت غادي نصور لكم. المهم هنا عجنت مسمنات، غادي تلقاو في القناة الطريقة ديال المسمن. هنايا غادي نصاوب واحد الكيكه، وجدت ليها المول ديالها كما كتشوفوا. هنا درت 4 البيضات، ودرت مغرفه تاع لافاني، وغادي ندير واحد الياغورت ناتور. كما كتشوفوا غادي نجيب السكر كذلك اللي غادي نوزن بهذا تاع الياغورت. غندير 2 الكؤوس، وكنغتنم الفرصه من هنا باش نرحب بجميع المشتركات والمشتركين جداد. مرحبا بكم. هنا كما كتشوفوا درت السكر ديالي، غادي ندير الزيت، كأس، ندير كأس ونصف، صافي. وغادي نخلط هاد المكونات مزيان ونرجع معكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. هنا من بعد ما خلطت كل شيء حتى داب لي السكر، فانا غادي نزيد الدقيق ديالي، كيكون ما بين 3 ونصف حتى 4 الكؤوس هكا ديال الياغورت الطبيعي. انا عارفه عيني ميزاني، فغادي نمشي ديريكت. وغادي ندير واحد خماره تاع الحلوه، صافي غنكتفي بهذا القدر. انا غادي نخلط نزيد الكميه تاع الدقيقه اللي خصاني ونرجع معكم ان شاء الله. وهنا كما كتشوفوا هذا هو القوام اللي تحصلت عليه، ها هي. فانا خديت واحد شويه ديال لاباط، درته هنايا، غادي نزيد عليه وحده كاكاو ساشي، الوزن ديالها 7 غرام. صافي غادي نخلط هذا مزيان، كما كتشوفوا حتى يتجانسوا ليا كاع المكونات. ونرجع معكم. دابا غادي ننزل هاد لاباط ديالي البيضاء، شوفوا في هذه الاثناء راني درت الفران كيسخن انا على 160 درجه على حساب هذا السيليكون باش ما يتحركش ليا حيت خفيف.
بالطريقه هذه. وغادي نجيب هاد العجينه ديالي السوداء اللي خلطتها، وغادي ننزلها بهذه الطريقه هذه عشوائيا. صافي كنقادوها بحال هكا وندخلها للفران كما قلت لكم طابع على درجه حراره 160 ونرجع معكم. غادي نصوب حريشات صغار واخا كاينين في القناه غادي نعاود نشاركهم معكم. هنا عندي السميده الرقيقه كما كتشوفوا حيدت واحد شويه باش نقرصها، وغادي نجيب السكر غندير جوج الملاعق ونصف بالنسبه للناس اللي كيبغيو الحلاوه، اللي ما كيبغوش الحلاوه ينقصوا. غادي ندير شويه ديال الملح، الملح كيبقى حسب الذوق هذا. غادي ندير شويه ديال الزبده، قص ملعقه، غادي ندير خمارة تاع الحلوى، غندير قل من ساشية باسكو انا ما عنديش الدقيق بزاف، نصف يعني نصف ساشي. يمكن لكم تضعفوا المقادير ولا يمكن لكم تنقصوها كما بغيتوا. غادي نجيب شويه ديال الزيت، نصف كاس ميمبا كما كتشوفوا معايا حيت درت الزبده، نكتفي بهذا القدر. صافي وغادي نبدا نحربل في هذا الشيء حتى تلبس ليا كاع هذيك السميده. الفيديو ديال اليوم غيجيكم طويل سمحوا لي بزاف، ولكن روتين ماشي كما باقي الفيديوهات باش نستافدوا جميعا. فوالا هانتوما كما كتشوفوا كنحاول ندخل كل شيء. فوالا فيديو قادم ان شاء الله ندير معكم حرشه محشيه بالطونه او بالكفته ان شاء الله. مازال افكار. غادي نجيب الحليب، عفوا غادي ندير كاس بوغ لو مون سمحوا لي، ونحاول نخلط انتوما كما كتشوفوا. صافي كاس انا كافيني هنايا. فهي سهله ما كتاخذش الوقت في التحضير ديالها. صافي ماشي كنعجنوها كنجمعوها، انا تحصلت على هذا القوام كما كتشوفوا. ودابا غادي نخليها حتى تشرب شويه عاد نرجع ان شاء الله باش نخدموها مع بعضياتنا. هنا كما كتشوفوا وجدت لابلونشه ديالي فاش غنطيب الحرشه ديالي. ها هي شربت لي كاع الحليب المكونات، فانا نتمنى يكون واضح. غادي ننزل السميد ديالي الرقيق وغادي ننزلها نديروا لها واحد الكميه ديال السميده من الفوق كنحاولوا نجمعوها. نديروا السميد مزيان ما تكثروش الزيت البنات حيت الا كثرتوا الزيت غتبقى تطلق لكم ليدام. بالنسبه للبنيات المبتدئات كنهضر، اما اللي كيعرف يدير الحرشه راه يكون عارف هذه القضيه هذه.
مهم كتحكموا نتوما في السمك اللي بغيتو. انا كنديرها مغليضه مرقيقه مويه. غادي نشعل البلونشا ديالي باش تبدا تسخن. فوالا غادي نرجع صافي. انا هذا هو السمك اللي بغيت. فغادي نجيب نبدا نقطع السمك. كنرش شويه ديال السميده هنايا في البلونشا ديالي باش تساعدني. هذا هو السمك اللي درت انايا كما كتشوفوا. اللي ما عندوش هذه القطعه يمكن ليه يستعين بكاس. بهذه الطريقة نسمن. مازال خليته يرتاح، مازال ما بديتوش، نخليه هو اخر حاجة حيت هادو ما كياخدوش ليا الوقت بزاف. دغيا كيطيبو كما كتشوفوا معايا هنا. نظن يمكن ليا نخرج وحده. هانتوما غنعاود نجمع هاد العجينة ونكرر نفس العمليه. وكيطيبوا ليا من هاد الجهه نقلبهم الجهه الاخرى. هنا من بعد ما حيدت الحريشات ديالي طابو، فانا بديت في المسمن كما كتشوفوا. راني قلت لكم من نزل الفيديو ديالو كنحل العجينه كندوز عليها شويه تاع الزبده، كنجيب شويه ديال السميده الرقيقه وكنثنيها. عذروني حبيباتي لما كتشوفوش كلشي حيت البلان دو طرافاي عندي صغير. صافي كنجيب كذلك شويه ديال السميده هنا. بهذه الطريقه هذه صافي. غادي ناخذ هنا غندير شويه تاع الزيت وغادي نقرص اللوله ديالي اللي وجدتها باش غنبدا نخبز فيهم. غنوريكم غير كيفاش نقرصو بالنسبه للمبتدئات. بسم الله صافي غادي نحطها هنا ونقرص هذه بنفس الطريقه ونكمل كلشي ونرجع معكم. وهنايا حبيباتي احبائي من بعد ما كملت كلشي ونظفت البلان دو طرافاي ديالي، فانا غندير شاي مغربي. بما ان الزوج ديالي كيحبو، انا مغربيه ولكن نقدر نقول لكم كنشربو جوج المرات في العام الا نزلت للمغرب فريمون. مهم غادي ناخذ اتاي كما كيقولوا كل يعرف قياس برادو. انا غادي ناخذ القياس تاع البراد تاعي. انا غنكتفي بهذا القدر. انا كنشل الاتاي كنبقى ندور فيها هكا بالنسبه الناس اللي ما كيعرفوش يديروا اتاي. مهم كنشل الاتاي ديالي كما كتشوفوا. كنخوي هذا الماء الاول غادي نجيب النعناع تاعي. والسكر كيبقى على حسب الذوق. ستة
8، انا غادي ندير 9 وكنعمر على البريريت ديالي كما كتشوفوا بهذه الطريقه. صافي وكنديروا يغلى ليا شويه فوق البوطه ديالي حتى كيغلى صافي، وكنطفي عليه ونرجع معكم ان شاء الله في المائده النهائيه ديال الفطور ديالنا. حبيباتي احبائي، ها كان هذا هو الفطور ديالنا كما كتشوفوا معايا المسمنجة على هذا الشكل. الكيك غادي نقطع لكم واحد المورسو باش تشوفوا كيفاش كتجي هشه من الداخل، باقا سخونه، عذروني حبيباتي. ها نتوما فوالا، والحرشه ديالنا كتجي على هذا الشكل. اما الشاي المغربي فانا يا كما قلت لكم ها هو يا شحرته شويه على البوطه كيجي بهذا الشكل هذا. نتمنى المائده ديال الافطار ديالنا اليوم تكون عجبتكم، ولا عجبتكم ما تنساونيش من الدعم لي لايك، اشتراك في القناه ديالي، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، واللي مازال ما اشتركش يشترك. لا عجبتو القناه بطبيعه الحال غنضرب لكم موعد فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وشكرا على المشاهده.